الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم المتتبعين تاعي العزاز، حفظكم الله أينما كنتم داخل المغرب أو خارجه. قناة حواء للوصفات والمواعظ ترحب بكم من جديد في موضوع جديد، نتمنى الإعجاب ديالكم.